الحق يا طلعت، ابوك بيتخانق وبينصبت على القهوه يا زميلي من عادي الجعير. ابوي بيتخانق يا لهوي، قول للحاره حتى اللي هيخش بيته مش هينجى من طلعت. ابوك بيتخانق وانت قاعد هنا يا موكوس. يا اما سيبيني مالكيش دعوه بيا. يا ابو قاعد هجيب حد طيب. تيجي معايا فين يا اما؟ افتح الدش هتشوفي كل حاجه، مش هتعرفي الحاره دي، هزيحها على بعضها. عايز اشوف ابوك وهو بيتضرب. يا اما خليك انت هنا، مالكيش دعوه بيا، واحد زعل من يا حاره. كلامي يا موكوس ده تكليلة. هتزعلي يا حارة. واد يا طلعت، انت يا واد، واد يا طلعت، هتزعلي يا حارة. طلعت نزل يا حارة. انت فين يابا؟ انت فين يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ شفت اللي حصل يا طلعت؟ ايه يابا اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟ كنا بنلعب كوتشينة على فلوس. اه كنت بغلبه على طول. اه وجيت من شويه خسرت كل فلوسي، بعدين قلت له كفينا يا جعير، عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حبي كده يابا ما ضربتش الجعير ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير يا جعير انزل يا جعير، النسوان بس هي اللي بتستخبى يا جعير. طلعت واقف لوحده تحت يا جعير، لو كنت داخل انزل يا جعير. طلعت واقف لك في الشارع يا جعير، يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك. ايه يا ابني يا ابن مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دازي لو كنت داكر؟ ليه لا؟ ايوه بقول لك انت، حد قال لك طلعت بيخاف من البطيخ؟ انزل يا جعير، انزل اللي اعرفك مقامك. انت هذا اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى انزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس، انزل هات شوف الواد السيس ده وهات لي حته من قطره وعرفه مين عادل الجعير. يا انزل زيكس، نزل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حلتها. وينفع كده يا زيكس؟ اه ينفع وهتتضرب يا زيكس. احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمني يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعضنا نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين وانت راجل وفاهم يا زيكس؟ يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني. يا زيكس بص يا زيكس، عشان ما تقولش صراحه ما كبرنيش، امسك يا زيكس قد بنت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل، انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه؟ قطعتوه ما طلعت. هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع يا زيكس، اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. تعالي تعالي. والنعمة مجنون، برضه مشيت اللي في دماغك وجيت. يا زلمة انا فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طول بيجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينه، طول مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف، ما كان مديك بضاعه ومروقك. انا حاسه بقى كده ان انت خدت البضاعه ووزعتها على البنات بتوع الجامعه، صح ولا لا؟ انا عارفه عينك زايخ كده يا زينه. وكتاب الله انا اكذب على الدنيا دي كلها واجي عندك انت وما اقولش غير الحقيقه. يعني مفيش واحده كده ولا كده من بنات الجامعه شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك احلى مني دلوقتي. عيب عليك يا زينه، ده انت احلى واحده في عيوني. يا عسل العسل حبيبي يا طارق. زينه ايه اللي بيحصل في غياب يا زينه؟ ده الواد طلعت الكهرباء. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهربائي. ايه اللي طلعه هنا؟ وانت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مره؟ مش عيلك ما تطلعش هنا؟ ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق واكتب اللي انا اقول الحقيقه. جيت اغسل، جيت اغسل الفيشه ضربت، فبعت البت نوسه تجيب لي حد كهربائي، فبعتت لي طالعه. وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم وانت شايفني يعني مضيفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخرصي خلاص، يلا غور من هنا، ما اشوفش وشك هنا تاني. سامع؟ يلا يا حبيبي يلا، وانت خش جوه، خش قدامي. ماشي، بكرة تعرف ان محدش بيحبك قدي. صباح الفل يا امه. صباح النور.
يا عيال، يلا يا عيال، يلا يا بنت قوم، يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا، يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل. قوم يا واد، مالك متنح كده ليه؟ قوم يلا يلا يا اخوي، يلا كتكون هم انتوا وابوكوا، انتوا وراكوا حاجه غير كده. الحمد لله. كل يا واد. الله كده ياما، بتاكلوا من غير ياما؟ اعمل لك ايه؟ ما انت بتتهب بتقعد بالساعه جوه، بتهب ايه؟ بتغسل كرشه؟ ايه ده انت هو ده؟ انت عمال تعمل في طريقة؟ انت قد ايه على وشك؟ حط عيش يا شوقي، حط عيش. لا لا الغباء ده، يعني مفيش عيش كده يا اما؟ مفيش. على رأي المثل اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. ولا يا ابني حلقها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش، ولا كأن الكلب واكل له عجين. يا اما موشح كل يوم زهقت منه وحفظته. انا هنزل الشغل دلوقتي من غير فطار؟ ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه، ما تعمليش بقى فيها فيلم. ياما وانت خليتيلي فلوس اجيب بيها البان ياما. ياما انا مش لاقي اكل منك ياما، حرام عليكم. هو انتوا جبتونا عشان تعذبونا؟ يا ساتر يا رب. حرام عليا، حرمت عليك عيشتك، طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك، هتجيبه يعني منين؟ ياما ياما. ايه في ايه يا واد بتزعق كده ليه يا دنايا؟ في حوار كل يوم يوم، في تقليبة كل يوم يوم. ياما انا بجيب فلوس من غير رجليه، اللي بيجريهم؟ انا يا دنايا اللي بجريهم، اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا. وانا مالي ومالي الغدا؟ انا بتغدى بره اساسا. يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعود جرجير واحد، هاكل اخواتك بس منين يا ربي؟ يا عيش يا عيش، ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه. هيعملوا ايه يا دنايا يا روح؟ عيش ال 10 جنيه هيجيبوا ايه يا اخويا؟ ولا حاجه. وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك. كبرناك وخليناك زي العجل اهو، وخدت الثانويه ودخلت الجامعه وما رضيناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا. بقيت وزير الصحه انا دلوقتي، ولا دخلتوني انتوا الجامعه الامريكيه؟ ما هو كله بفلوسي وبدعايه يا ابن المسطول. طلعت عايز انت كمان. روح يا اخويا، شفت حشاكيلك.